السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله ده الفيديو الثاني من المنهج الانجليزي. تمام، هنبدأ ان شاء الله نتكلم على الفرق بين will وشال زي ما جاء في التعليقات. طبعا هي قاعدة بسيطة جدا وسهلة، وثلاث ارباعها هنتكلم فيها على will. تعتبر will هي المسيطرة على القاعدة دي. طبعا القاعدة بتاعتنا هتبقى المستقبل البسيط زي future simple. ان شاء الله هنعرف الفرق امتى ناخد شال وامتى ناخد ويل. خليكم معانا عشان نبدأ. يلا بينا يلا بينا. اول حاجه تعال نشوف الفورم ذا فيوتشر سامبل. الفورم بتاعه سهل جدا، التكوين بتاعه مال، قال لك سبجكت تحط بعديها ويل او شال والانفينيتيف، بعديها مصدر، يعني ويل وشال على طول بعديهم مصدر. تمام، مثلا عندي مثال تاني، لين ويل بريبير ذا فاميلي لانش، لين هتجهز الغداء بتاع عائلتها. طبعا عندي هنا دي كده اثبات، لين ويل نوت كده انا بنفي نيجاتيف بريبير ذا فاميلي لانش. طبعا لو في حاله كويشنز ويل لين بريبير ذا فاميلي لانش، طب عايز احط انترفيو كويشن، طبعا ده بيكون كويشن دي زي وات وير حاجه كده، هتبقى وات لين دو، ايه اللي لين هتعمله. طبعا كل الاسئله دي لين لسه ما عملتهاش، يعني لسه في المصدر، لسه لين هتعملها. تمام، طب انا عايز ابنيها للباسيف، قال لك بسيطه. طبعا زي ما احنا عارفين اول حاجه بتيجي المفعول اللي هو الاوبجكت بلس ويل او شال بي، ركزوا في حته بي عشان ممكن يقول لك ايه مثلا زي في المثال اللي بعدين ذا فاميلي لانش ويل بريبيرد، تقول غلط، يقول لك ليه؟ تقول نسيت تحط بي، هتبقى ويل بي بريبيرد. طبعا ناقص تحط الفاعل في اخر الجمله باي، حط الفاعل زي المثال هنا باي ايه؟ باي لي. تعال نشوف الاستخدامات بتاعته. يلا نشوف الاستخدامات. أول كلمة عندنا، أول ما نشوف الكلمات دي يا جدعان موجودة في الجملة بتاعتنا نعرف على طول الجملة دي مش مثبتة. يعني إيه مش كلمة مش مثبتة؟ معناها يعني معناها ملهاش دليل. يعني إيه؟ يعني محتملة تحصل ومحتمل ما تحصلش. تمام، assume be affirmed feel sure believe dare say doubt expect hope know suppose think wonder. أول مثال بتاعنا I am sure، أنا متأكد. طب وأنت متأكد وأنت إيش دراك يعني؟ أنت عرفت منين؟ فهنا ممكن دي تحصل متأكد ما تحصلش. I am sure أحمد will come back، أحمد هيرجع. طب ممكن ما يرجعش. تمام، I feel a bit hungry I think I will have some to eat something to eat. I suppose، طبعا الكلمات بتاعتنا هي suppose think I'm sure. التلات كلمات دول طبعا من غير دليل، او نشوفها اعرف الجملة دي من غير دليل، يعني محتمل تحصل ومحتمل لا. I doubt I will go out tonight I am too tired، انا اشك ان ممكن اخرج النهاردة، ليه؟ انا تعبان. طبعا لو لاحظنا will جه وراها infinitive. تمام، تعال نخش بقى على شوية ظروف كده ونعرف الظروف دي بتعمل ايه في الجملة، هتخليها لي معايا دليل ولا من غير دليل برضو. تعال نشوف. اول كلمه عندنا في الظروف بتاعتنا certainly definitely perhaps possibly probably surely. طبعا الكلمات دي هنشوف دلوقتي تبقى بتديني دليل ولا لا يتبع دليل. perhaps I will see him، طبعا perhaps ربما. I will see him، انا ممكن اشوفه at party، ممكن اشوف في الحفله. طب انت لو بدماغك كده ممكن اشوف في الحفله، يبقى ممكن اشوفه ولا ممكن ما اشوفوش؟ اكيد ممكن تحصل ممكن ما تحصلش، يبقى كده الجمله دي من غير دليل. تمام، she will prepare the phone me soon، ماشي. لاحظ الصفات الشخصيه لا تد دليل، يعني كلمه صفات شخصيه يعني الصفه بتاعتي، يعني مثلا بقول لك ايه I am clever boy، انا ولد متفوق. هتقول لي طب ماشي انت متفوق يعني متفوق على الكل؟ هقول لك لا. تقول لي خلاص يعني في المتفوق اعلى منك؟ هقول لك اه. تقول لي كده انت دي صفه شخصيه ومش دليل، ازاي؟ تعال نشوف كده المثال بتاعنا، ملك والباث هير اكزام، ملك هتعدي الامتحان بتاعها. طب انت عندك دليل؟ بقول له شي از ا كليفر ستودنت، هي طالبه متفوقه شاطره مجتهده. طب وكل ده ما يدلش برضو ممكن الامتحان يجي اصعب فما تحلوش. تمام، ياسمين اند هير هازبند بوث هاف جرين ايز، ياسمين وزوجها عندهم عينين خضراء. So their baby will have green eyes، عشان كده ولدهم هيطلع عينه خضراء.
طب ده ممكن يحصل، ممكن يحصل، ممكن ما يحصلش، تمام. قال لك الصفات الوقتية بقى تعد دليل. يعني كلمة صفات وقتية يعني مثلا أنا دلوقتي تعبان يبقى كده هنام. طب تعالى نشوف كده. محمد looks exhausted. I think he is going to sleep on his chair. تمام. طب لو لاحظت أنا حاطط إيه؟ is going to. طب ليه حاطط is going to؟ هتقول لحضرتك عشان دي صفة وقتية، بتكلم في وقت دلوقتي. دلوقتي انت لو لاحظت الاس اهي لوكس لوك لوكس، تمام. صفة وقتية يعني وقتية، انا بتكلم دلوقتي في البريزنت اهو، تمام. التعبير عن حقائق المستقبلية، بتكلم عن حقائق هتحصل في المستقبل. تعالى كده نشوف التعبيرات عن الحقائق المستقبلية. طبعا هي حاجة لازم تحصل، زي مثلا المثال بتاعنا ده، أحمد will be 10 years old next April. أحمد يبقى عنده 11 سنة أو 10 سنين في أبريل الجاي، شهر أبريل الجاي طبعا 12، تمام كده. Winter will come again، الشتاء تيجي تاني، أكيد دي حقيقة. One day other people will enter the office this office، في يوم من الأيام شخص ما هيجي ويخش المكتب ده. Sit at my desk، وهيقعد على الديسك بتاعي ده أو المكتب بتاعي. And do my job، وهشتغل نفس الشغلانة بتاعتي. ثلاثة، يمكن أن يستخدم المستقبل البسيط في الجملة الرئيسية. يعني كلمة الجملة الرئيسية، طبعا أنا عندي أدوات ربط. يعني كلمة أدوات ربط يعني حاجة بتربط بين جملتين، زي as soon as after because till until if when حد كلها، تمام. مثلا عندي المثال ده، if I drop this egg، لو أنا وقعت البيضة دي it will break، it will break، هتتكسر. when the weather gets hot، لما الطقس هيبقى حر ايه اللي هيحصل؟ we will start، احنا هنبدأ. هنبدأ طبعا ايه؟ the repairs to our old house. يستخدم المستقبل البسيط او going to بدل المضارع المستمر. طب اشمعنى؟ ايه الفكرة يعني؟ قال لك لا، ده للتعبير عن الترتيبات، عشان في ترتيبات مستقبلية، في حاجة هتحصل، في حاجة هتحصل يعني لسه مش حاصلة معايا. تعالى نشوف اول مثال كده، بيقول لك ايه؟ أيمن will arrive at 9. أيمن هيصل الساعة 9. He is nodding. He is nodding. The details afterwards. يلا بينا نكمل. بقول لك إيه؟ He is nodding. طبعا إيه ده؟ is والverb والing. أنت بتتكلم في زمن إيه ده؟ عفوا كده المضارع المستمر. ال present continuous. طبعا الكلام ده كله غلط. طبعا هنبدأ نقول إزاي؟ أيمن will arrive at 9. حد هنا جملة سليمة؟ لا، بقى هنشيل بقى is وال ing ونحط مكانها will وال verb. he will know، هو هيعرف، وبقيت الجملة معانا، تمام. التعبير عن قرار سريع، حاجة بتحصل يبقى هم عملها. يلا زي أول مثال، the phone is ringing، التليفون بيرن، يبقى الإجابة بتاعتي I will answer، I will answer، على طول هرد، تمام. المثال التاني، who I have left the window open، إيه ده؟ انا سبت الشباك مفتوح. I will go and close it، انا هروح اقفله دلوقتي. What would you like to have، ايه اللي بتعس او ايه اللي بتفضله عشان ده؟ قال I have a burger please، طبعا هو سأل فجاوب على طول I will have a burger please. have you found it مصطفى؟ oh no I have forgotten، انا نسيت. يبقى الاجابه بتاعتي I will على طول، انا هعمل على طول، قرار سريع. I will phone him right now، دلوقتي. طبعا ده ملخص اللي كنت لسه بقوله. طبعا انا قلت ان the future simple، اول حاجه بتبدا subject will او shall plus infinitive، طبعا نحط بتكمله الجمله. لو هبنيها للباسيف هتبقى object will وشال وبي مسج بي والبي بي. طبعا قلنا عندنا كلمات بتدل ان مفيش هنا دليل في الجمله، يعني ممكن تحصل وممكن ما تحصلش، زي كلمات لسه قريناها من شويه. طبعا قلنا الصفات الشخصيه مش دليل، الصفات الشخصيه مش دليل، لكن الصفات الوقتيه هي اللي دليل، وطبعا مستحب ان يجي معاها بي جوينج تو، تمام. طبعا قلنا الترتيب، يعني ترتيب الحاجات اللي هتحصل ورا بعض. التعبير عن حقائق مستقبليه ليس اللي انا داخل فيها، الحقائق المستقبليه يعني لازم تحصل، زي ما قلنا the winter is back again، الشتاء هترجع تاني، دي حقيقه. مثلا احمد will be 10 years old، تمام. next year مثلا او next year هيبقى عنده 10 10 سنين في شهر ابريل الجاي او السنه
الجاية. طبعا يمكن نكون نستخدم كلمة going to بدلا من the present continuous. ده في حالة امتى؟ حالة ترتيبات وحاجات هتحصل ورا بعض. طبعا احنا قلنا قرار سريع، قرار سريع، ترتيب مثلا الحيطة أو الخطة بتاعتنا، عرض عمل، طلب خدمة، وعد، تهديد، كل دي على طول. والإمبريتيف التلخيص بتاعنا يبقى قرارات سريعة، ترتيبات، عرض عمل، ممكن أعمل لك حاجة يعني مثلا برضه بعد مثلا المساعدة بتاعتي، طلب خدمة ممكن تساعدني مثلا حاجة كده، وعود وتهديدات، كل دي على طول بتاخد will plus infinitive. نرجع تاني للكتاب بتاعنا ونشوف زي ما لسه من شويه، تستخدم will plus infinitive عند الترتيب اللحظيه، انت الترتيبات اللحظيه انا هعملها ورا بعض. يعني مثلا انا واقف دلوقتي ولكن انت هتعمل كذا، وانت هتعمل كذا، وانت هتعمل كذا. طبعا انا مش بفكر كل ساعه مثلا اقول ايه ارجع اقول لك انت هتعمل كذا، لا كله ورا بعضه. So that's I will buy dinner. هذه اول حاجه انا هعملها، انا هعمل ايه؟ will buy dinner، انا راح اشتري العشاء. You will buy theater tickets، هتروح تشتري تذاكر مسرحيه. طبعا بكلم شخص واقف قدامي، انت هتروح تشتري تذاكر. طبعا زي ما احنا بنقول يبقى كل حاجه بوزعهم، يعني مثلا I will buy، You will buy ticket، طبعا هيروح يشتري تذكرة تذكرة المسرحية أو تذكر. أحمد will pay، يبقى كلنا واقفين مع بعض كده وعاملين نوزع بعض، يبقى كل ده بناخد will plus infinitive. طبعا أنا قلت نستخدم will و infinitive في عرض عمل أو شيء هقدم له خدمة أو دعوة برضو. You look retired، I will complete the report for you، شكلك تعبان، انا هخلص لك المقال بتاعك ده او الصحيفه بتاعتك وهبعتها لك من اجلك. يعني I will set the table for you، انا هجهز لك الترابيزه عشانك. مام، طب بكلم والدته. Will you have a coffee، will you have a coffee، كل ده عرض وتقديم خدمه. طبعا بيقول لك ايه السادم will بلس انفيرتيف عند الطلب خدمة لما اجي اطلب منه حاجة. Will you show me، ممكن توريني، how to send an email please، وريني ممكن ارسل الايميل بتاعي فين او البريد الالكتروني بتاعي فين. Will you please bring على the laptop in here، ممكن تجيب اللابتوب هنا. طبعا ده كله ايه طلب. طبعا will infinitive برضو بنستخدمها عند ايه عمل الوعود. When he passed the exams، لما هو عدى الامتحانات بتاعته successfully، I will take you on a 2 week journey to Paris. طبعا هو بقول لك when you pass the exams، لما تتعدي الامتحانات او تنجح في الامتحانات بتاعتك، I will take you، انا هاخدك. بص انا بقوله هاخدك، انا كده بعمله promise، وعد. I will take you on a 2 week journey to Paris، في اسبوعين حلوين جدا في باريس، اجازه يعني كده معناها. تستخدم will plus infinitive عند عمل تهديد. يعني ايه كلمه تهديد بقى؟ تعال نشوف كده. stop wasting your time، بطل تضيع وقتك. or you won't get your pocket money. Don't let lids or I will put hot pepper in your mouth. كل ده تهديد، بقول وقف ما تعملش كذا عشان ما اعملش فيك كذا. يمكن استخدام will not للتعبير عن الرفض وعدم الاستجابة. How old is Aunt Salwa؟ كم عمر عمتك سلوى؟ I don't know، أنا مش عارف. She would not tell anybody، ما قالتش لحد. My motorbike won't start. Peribles party is dead، تمام كده؟ نجينا بقى للحتة الحلوة shall plus imperative. طبعا لحد دلوقتي لسه ما جبناش سيرش خالص، دي أول معلومة هنبدأ نتكلم فيها في شال. طبعا
طبعا شهير بتستخدم مع I we فقط. يعني مثلا انا لو كنت بعمل تهديد بقول له ايه، هو بعمل تهديد لينا احنا، بقول لك احنا لو ما عملناش كذا كنا هنعمل كذا كده، كنت ممكن استخدم شهير. طبعا انا بقول لك ايه، يو كل في صيغة التهديد يو، تمام. I shall لو قلت هي لا هي ويل، تمام. يو ويل. كان وي لا وي شال. I shall be 41 years old next September. We shall know the result of the job interview next month. طبعا عندي ده كله في تعبير لما قلت المستخدم ايه، I we. قال لك بقى عندي حاجة اسمها السؤال المزيل. يعني كلمة سؤال مزيل، طبعا بدل ما اسأل السؤال بقوم عاملة كومة واحط بيت السؤال بتاعي، ده اسمه سؤال مزيل. Let's go for a week for a walk by the Nile shall we، تمام. ده كسؤال مزيل shall we. في تقديم الاقتراحات suggests، تمام اوكي. Shall we have a cold drink، احنا ممكن نشرب مساء او نشرب حاجة ساقعة. يعني في الاستفسار والأوامر والتعليمات What shall I do with the paint on the floor؟ الاستفسار هعمل ايه؟ تمام. How shall I operate the machine؟ ازاي اشغل المكنة؟ تمام. التعبير عن التصميم بقى والعمل بشكل قوي، طبعا هعمل بشكل قوي هي بتشتغل بأقوى من ويل. تعال نشوف كده، مثلا انا بقول لك اعمل الحاجه دي وهعملها بجد، لا انت كده بتستخدمش ويل، انت بتستخدم شال. لو بتقول لي هعملها بجد هجتهد فيها، يبقى كده هستخدم مين، شال مش ويل. عندي المثال بتاعنا I shall do my best، انا هعمل في اقصى ما اقصى يعني هعمل احسن ما عندي. And I shall achieve my goal، طبعا شال تمام. ليه خدت هنا شال؟ عشان في I. طب ليه خدت هنا شال؟ عشان حضرتك انت بتقول لي هعمل اقصى ما عندي. لو قلت هي لا هتقول هي ويل داز ذا بيست، تمام. اخر مثال معانا وي شال فايت تيرورزم اند وي شال وين، طبعا هنا بقول لك على حاجه قويه، تصميم قوي، انا حارب الارهاب، احنا هنحارب الارهاب واحنا كمان هنفوز. كده بدل على تصميم. وكده انا انتهيت من ويل وشال. مفضلتش الا بس الا going to be going to، هتكلم ان شاء الله في الفيديو التاني على الفورم بتاعه. متنساش بقى تعمل اشتراك وتدوس لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.